في الوقت اللي بيتنافس فيه كل مصنعي هواتف الاندرويد في العالم لتقديم انسب امكانيات، مؤسس تليجرام بيغلط في كل مستخدمي الايفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. في يوم من الايام قرر بافل دروف مؤسس تليجرام ان هو يستخدم التطبيق او يعمل تيست لتطبيق التليجرام على ايفون، فمسك الموبايل الايفون وقرر ان هو يدخل بقى ويعمل تشات ويلف فيه والكلام ده كله يعني، الا انه لما استخدمه كان جاب اخره وفاض بيه وقرر ان هو ينفجر فيهم ودخل شمال في شركة ابل. قال لك ان في اي وقت انا بستخدم اي ايفون بحس ان انا اترميت في العصور الوسطى، الا ان دي كانت بداية الكلام. الراجل كان شكله كاتم في قلبه بقاله سنين وقرر ان هو ينفجر ودخل شمال فعلا، وقال لك ان اسعار ابل مبالغ فيها كاننا مش عارفين يعني. لكن من الحاجات المستفزة جدا فكرة انغلاقهم في الايكو سيستم بتاعهم. ومكمل الراجل كمان يقول لك ان ابل كعبها عالي وفي نفس الوقت عفى عليها الزمن، ويقصد بحاجه زي كده فكره ان ابل مثبته قوي في تردد الشاشه ل 60 هرتز في الوقت اللي معظم اجهزه الاندرويد بتدعم لحد 120 هرتز تردد للشاشه، وكمان ما تعرفش تعمل اي باك اب الا من خلال الاي كلاود، غير كده مفيش، على عكس الاندرويد اللي فيه 1000 طريقه وطريقه. ما تنساش بس انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وقول لي في التعليقات رايك ايه في الكلام اللي بيحصل ده. اظن سهله، اتفقنا. لكن كل دي بالنسبه له كانت اسباب عامه شويتين، واكتر حاجه استفزت الراجل ده فكره ان ابل بتحكم مستخدميها ان هم يحملوا التطبيقات من الاب ستور بس، على عكس الاندرويد طبعا اللي متاجر الطرف الثالث مراتراتها في كل حته. وبالنسبه له دي مستفزه لان تليجرام بيوفر رابط تحميل مباشر، الا انه ما بيشتغلش مع الناس دي. واخيرا الراجل اختتم كلامه، معرفش بصراحه بيتعاطف ولا بيشتم، وقال لك ان امتلاك جهاز ابل يجعل منك تابع مقيد، وقال سليف المفروض معناها عبد يعني، لابل والايكو سيستم بتاعهم، وضرب كرسي في كروب لكل فانز ابل. وطبعا كل الحاجات دي انا اعرفها بالسمعه بس، لان انا مش ابل فان ومش ناوي ان انا اكون بصراحه، وعشان انا اندرويداوي حتى النخاع، فخليني انا وكل مالكي هاتف الريدمي نوت 8 نشعر بالسعاده، علشان شاومي كانت بتحتفل بانها باعت 25 مليون نسخه من الجهاز ده، وده طبعا يدل على ان الجهاز قوي ومنتشر والحمد لله يعني. وبناء عليه شاومي اعلنت في الاحتفال بالرقم ده عن اصدار نسخه ال 2021 من الجهاز، واللي هتيجي بمواصفات كويسه جدا. الجهاز هيجي بمعالج الميديا تك هيليو جي 85، تحديث عن المعالج السابق واللي كان موجود في ريدمي نوت 9، واللي المفروض اداؤه اعلى من المعالج اللي كان موجود في النسخه القديمه من الريدمي نوت 8 اللي كان سناب دراجون 665 ب 2% في اقل تقدير. وهيجي بواجهة تشغيل المي واي 12.5 باندرويد 11 من العلبه على طول، وهيجي معاه بطاريه قوية 4000 ملي امبير بتدعم شحن سريع لحد 22.5 واط، والشاشة بيعتقد انها هتكون LCD وهتكون بتردد 120 هرتز. اما عن الذاكرة فعلى الاقل هتكون 4 جيجا رام و128 جيجا مساحة داخلية. وبالنسبة للكاميرا الخلفية فهتكون رباعية 48 ميجا بكسل، ولا اخبار عن الكاميرا الامامية. واخيرا بقى واخر اخيرا ان الجهاز لسه ما تمش الاعلان عنه رسميا، يعني كل دي تعتبر مبشرات واعتقادات وتسريبات وخلافه مش اعلان رسمي، الا ان اللي هيتم الاعلان عنه فعليا هو الريدمي نوت 10 بنسخة ال 5G واللي هيكون يوم 26/5 بعد النجاح الكبير اللي حققه الجهاز، وخصوصا النسخة اللي نزلت مصر ان المراجعات الحيادية انصفتها جدا. شكلنا هنعمل تيك بريف كل فترة ولا كل اسبوع ولا ايه، عشان عايز اكلمكم في الاختراع بتاع سامسونج، بس كفاية كده دلوقتي، ولا انتوا رأيكم ايه؟ ودي كانت نهاية الحلقة، ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا زي ما اتفقنا. نلقاكم على خير.